بن سديره دي في باري نورمالمون دايرين له واقيلا دايرين له في ميكروشيب هذاك في باش ما يقدرش يخرج من الدار، يخرج من الدار تطرطق. نورمالمون هكا سمعت الخبر باللي دايروا له بشاره صغيره الكترونيك فيه لو كان يخرج من الدار في باريس تطرطق. الله أعلم، هذه هي المعلومات اللي عندي. بن سديره خرج قال لهم وناشد البحريه الجزائريه وخبر عاجل، خبر عاجل توفيق. اش قال لهم الشرطي الخائن؟ نشف عليها كل اليوم. قال لهم الشرطي الخائن وكيف واحد يدروغي ما عرفش كيف دروغاتو بالطلياني يقولوا ما عرفش كيف واحد يدروغي واحد مدمن ولا سماه مدمن مسكين على محمد خونا تجديد. قال لهم راهم خارجين الليله يخرجوا بلا ربع العشيه ثربا. قال لهم لا الليله ما راحين يخرجوا. شكون اللي قال لهم؟ شكون اللي قال بن سديره باللي توفيق حساني يوم الخميس راه خارج؟ توفيق حساني عيط لبن سديره ولا محمد تجديد مسكين ربي يطلق صراحه راه في السجن شبح حبس ومازال في الحبس، هو اللي عيط لبن سديره وقال له انا رايحين نخرجوا نهار الخميس بن سديره دير علينا اللايف بخير كما يقولوا خاوتنا المغاربه.